السلام عليكم، معكم محمد بهيج ام بي ديزاينر. والتيتوريال ديال اليوم غادي تكون في الافتر افكت، والليفي اللي غادي نديرو اليوم هي هذه. دابا وصل لوجيسيال. اول حاجه هي غنديرو نيو كومبوزيشن من هنا 1920 على 1080 30 فريم، 15 ثانيه كافيه. الباك جراوند نخليوها في الكحل، ندير اوكي. نمشي نجيب واحد جوج صاور، ها هما نحطهم هنايا. نجيب التصويره الاولى، نبطها التايم لاين، وغنمشي للايفكت، ندير كيين كالر رينج، غنمشي للتول هادي وغنسيليكسيوني هاد اللون هذا اللي اللور تيبان، ها هو كيما تشوفوا راه تحيد. غنزيد شويه في الفازينيز، ندير 40 وغنهبط لتحت التايم لاين، عن كليكي اس في الكيبورد ويعطيني السكيل، غندير 70 ونهبطها لتحت. شيفت ومبرك على الاسهم ديال الفوق والتحت والجنابي الا بغيت نحرك بوزيشن. نجيب التصويره الاخرى ديال البوله، هبطت هي التايم لاين. نفس الشيء، نمشي للإيفكت كيان كالر رانج، نجيب هاد التول وغنسيليكسيوني هاد اللون الابيض باش يتحيد. فازينيز غادي ندير 40، نجي تا هي غنحي نقص ليها في السكيل، ندير اس في الكيبورد يطلع ليا السكيل. غادي ندير مثلا ندير 30، وحتى هي غنطلعها للفوق، نكليكي شيفت والسهم الفوق بحال هكا، ونمشي نبدل ليها البلاصه ديال الانكر بوينت هذه عندها كاينه الوسط، غنمشي نبدلها نربطها هنا الفوق. غنمشي للموف انكر بوينت، اللي ما عندوش هاد التول هذه في افتر افكت غادي تيليشارجيها، اطلقها في اللين في الديسكريبشن لتحت، حيت ما كتكونش في الافتر افكت غير تول تتزاد كتيليشارجي وتتزاد. انا نوريكم كيفاش تحطوها في سكريبت. المهم كليكي هنايا ونحطها هاي كما تشوفوا محطوطة هنا الفوق. هنجي ل نسيت هادو بجوج، هنجي لهنايا لديزي دروس، هاد التصويرة ديال ديزي دروس، غادي ندير لها دوبليكيت بكونترول دي. هاي ولات ولاو جوج منها، هنزاد هاد لامب غادي نطلعها الفوق، ونشد وحدة هاد التحتانية كاع غادي نحبسها ما تبقاش تبان من هنا، ونجي لهادي هاهي غادي نسيليكسيونيها، وغادي نمشي للبان تول، وغادي نجي للراس ديال البولة. انا راه مسيليكسيوني هادي الصورة ديال ديزي دروس، وغنمشي للراس ديال البولة هنايا في هاد البلاصة، وغنكليكي وغنهبط هنايا وغنكليكي، وغادي نجي لهنا كليكي هنا وهنا، وغادي نسد. دابا درت ماسك على هاد التصويرة هادي، كيما تشوفوا اليد راه مبقاش تبان، يعني ماسك على هاد التصويرة. غادي نهبط هاد السهم هدا، غنمشي لماسكس، غادي نخرج ماسك وان، وغنمشي للفيدر هنايا، الفيدر ندير فيه 100. اوكي، هاهم كيما تشوفوا راه اليد ولات تبان واحد شوية حيت زدنا ليها في الفيدر. المهم نمشيو تاني هنايا اللامب هنايا، وغادي ندير ار في الكيبورد غتعطيني روتيشن. غندير كي فريم هنايا في الاول، هاي كي فريم، وغنمشي لدقيقة ثانية ونص. يعني هنايا هنا ثانية ونص، وغادي ندير زائد 10، هاي كيما تشوفوا هي مالت هكا. وهنايا في هاد الاولى هادي غادي ندير هاد الكي فريم الاولى اللي درت، ندير ناقص 10. هانتوما كيما تشوفوا هاي، شوف كيفاش الحركة ديالها كي ولات، يعني من ناقص 10 غادية حتى زائد 10. وغنمشي لهنايا لهادي اللي درت ليها ماسك،
وغادي نسيليك في اول كي فريم، غادي نهبط هنايا هذا وغنمشي الماسك باد وغندير كي فريم هنايا، كليكي هنايا في هادي وغادي نجيبها لهنايا البولة، وهادي عاوتاني لهنا البولة، وغنسيليكسيوني هاد الجوج هادو وغندير ليهم هاكا، وغادي نجي لهنايا فوق الكي فريم هادي هاي، وغادي نمشي هادي الرب، هادي هاد الراس، وهادي هاد الراس هنايا ديال البولة، وغنسيليكسيوني عاوتاني هاد الجوج، وغادي نحرك بحال هاكا. هنايا ولاو عندي 4 ديال لي كي فريم، ولا غير جوج، يعني واحد جوج واحد جوج، كل تصويرة فيها جوج ديال لي كي فريم، الحركة غادي تكون بحال هاكا. المهم غادي نكليكي على يو في الكيبورد باش يخرجوا ليا لي كي فريم، غنسيليكسيونيهم بحال هاكا، وغادي نكليكي F9 في الكيبورد. انا ما غنكليكيش F9 حيت كنصور دابا، كنسكريني ليكرون، حيت الا كليكيت F9 غادي يحبس ليا التسجيل. غادي نكليكي هنايا باليمين وغنمشي لكي فريم اسيستنس، وغادي ندير ايزي ايز، نتوما غديروا غير F9 في الكيبورد، غادي ديروا الايزي ايز. غنمشي لجراف ايديت هنايا، غادي نسيليكسيوني هذا كامل، وغادي نجر واحد شوية هنايا، وهذا تا واحد شوية هنايا بحال هاكا، وغادي نرجع للتايم لاين وغنمشي لثلاثة ديال الثواني هنا، غنسيليكسيوني هاد الكي فريم، هاد جوج كي فريم هادو، وندير كونترول سي كونترول في باش يتكولاو هنايا، وتاني هادو نفس الشيء، غندير كنترول سي كنترول اعطينا على هذا الشكل هذا. هنرجعو ويعطينا هاد الحركة هادي بحال هاكا، و فاش غادي هادي اللي قبيلة كاع في الآخر تحبستها، غادي نأكتيفيها، ما يبان ليكم حتى شي إيفي، حتى غادي نقص ليها، ندير تي في الكيبورد تي، وغادي نقص ليها ندير ليها 10 ولا نديرو 15 في الاوباسيتي بحال هكا. نشدو هادو كاملين ونديرو شيفت ونزيدوهم بزاف لهنايا على الجنب هذا، نزيدو شي حاجة شي تكست، نزيد تكست مثلا هنايا، ندير تيزي دروس غادي نزيد فيه، نختار شي فونت مثلا على هكا، نقص منه سكاو نجيبو لهنايا، نقص منه شوية، نقدر نبدل هادي، ندير فونت آخر نيو مثلا نيو تيمز، أعطيني هاد اللي في هادي. التيتوريال ديال اليوم راه سالت، نتمنى تكون عجبتكم، وان شاء الله يكونوا تيتوريالات اخرين جداد.
ابونا وفلاشين باش يوصلكم الجديد.